يا ترى لو الراجل عمل تحليل حمل وطلع إيجابي، هل معنى كده إن الراجل حامل فعلا؟ في حقيقة الأمر هرمون الـ HCG هو هرمون بيتفرز عند المرأة الحامل من المشيمة أثناء فترة الحمل، وفي نهاية الحمل بيبدأ يتضاعف هذا الهرمون لغاية ما يوصل للماكسيموم عند الولادة. ولكن عند إجراء تحليل الحمل من عند الرجل ده بيشك الدكتور ان هو ممكن يكون عنده سرطان في الخصية، فبالتالي بيطلب منه ان هو يعمل تحليل الحمل ده عشان ده يعتبر ماركر او علامة لوجود سرطان الخصية. فلو كان ايجابي معنى كده ان احنا ممكن نبدأ نعمل التحاليل التانية للتأكد والكشف عن سرطان الخصية مبكرا، فبالتالي بيطلب من الرجل من فترة للتانية ان يعمل تحليل الحمل.